26 سبتمبر 1976 مثل هاليوم يصادف ميلاد النجم الألماني ميشيل بلك الملقب بالقيصر الصغير نسبة إلى الأسطورة بيكنباور. هو الابن الوحيد للمهندس ستيفان بلك والسكرتيرة كارين، من أشهر اللاعبين اللي لبسوا رقم 13 هو البروفيسور أو لوبو اللي بالبرازيل أو البرتغالي تعني الذيب، ماريو زاغالو مدرب الكويت، مدرب السعودية ومدرب الإمارات ومدرب البرازيل السابق اللي حصل الأول مدرب حقق كأس العالم كلاعب وكمدرب، وهو أسطورة فلامينغو والسليساو، كان يلبس 13 ويتفائل فيه، وعطى الرقم هذا للأسطورة السعودية محمد عبد الجواد الصديق العزيز اللي افتخر بمعرفتي فيه. تزوج زاغالو بيوم 13 وكان يسكن بدور 13، وعدد انتصاراته مع البرازيل 13، مونديال 58 ومونديال 94، لو تجمعون 8 و5 يطلع 13 و4 و9 هم يطلعون 13 رقم فارق في حياة زاغالو. نرجع لميشيل بلك، لعب لأندية كبيرة مثل باير ليفركوزن وباير ميونخ، بعدها إلى إنجلترا لما لعب مع تشيلسي، تالي رجع لألمانيا واعتزل موسم 2012. رغم فوز ميشيل بلك بالعديد من الألقاب مع الأندية اللي لعب لها، لأنه يعتبر من أكثر اللاعبين نحسا في تاريخ مشاركاته مع منتخب ألمانيا، خسر دوري الأبطال مرتين، واحدة منهم 2002 قدام ريال مدريد هدف زيدان اللي الكل يذكره، وقبلها بأسبوعين كان خسران نهائي كأس ألمانيا والدوري بآخر جولة راح عليه لصالح البايرن، بعدها بشهر خسر كأس العالم قدام البرازيل اللي غاب عنه بسبب الإيقاف، لكنه فاز أفضل لاعب وسط في أوروبا وأفضل لاعب ألماني بنفس السنة. ثاني دوري أبطال خسره كان عام 2008 قدام مانشستر يونايتد، كل يذكر هذا النهائي اللي ضيع فيه جون تيري وأنيلكا، أيضا كريستيانو رونالدو ضيع، فازوا مانشستر بالنهاية وما قدر يساعد المنتخب الألماني بالوصول إلى نهائي مونديال 2006 على أرضه، وحصلت ألمانيا على المركز الثالث. كان من الممكن أن هاللقب يمحي كل النحس اللي لازمه بمسيرته، لكن اللي حصل أكد نحسه. ميشيل بلك انولد مثل هاليوم. ستة وعشرين سبتمبر 1927 قبل 94 سنة كان يوم ميلاد مدرب إيطالي عظيم ما ينسون الطليان، هو المدرب إنزو بيرزوت مدخن الغليون بطل العالم 82 في إسبانيا. ما كان مقنع كلاعب، تغير مركزه أكثر من مرة من جناح إلى مهاجم ثاني إلى لاعب ارتكاز، بدأ مسيرته في برو غورتسيا ولعب أيضا للإنتر وكاتانيا وتورينو، ومباراة دولية واحدة له مع الأجوري واعتزل سنة 64. بعد ما أنهى مسيرته كلاعب صار بيرزوت مساعد مدرب نادي تورينو للشباب، بعدين صار مدرب لنادي براتو في دوري الدرجة الثالثة، ودرب منتخب إيطاليا تحت 23 لمدة 6 سنوات، وفي كأس العالم 74 كان مساعد للمدرب فروتشو فالكاريجي، بعدها صار مساعد للمدرب فولفيو برناردينيفي 77 مسك منتخب إيطاليا الأول وقادهم للمركز الرابع في مونديال 78 بفضل إحدى أفضل الطرق الممتعة للعب، ووصل لنصف النهائي اليورو 80 مع إيطاليا. لكن أول ما صار مدرب لإيطاليا واجه هجوم عنيف في الصحافة الإيطالية، كونه إنه ما سبق إنه درب فريق في سيريا أي اللي هو فريق بالصف الأول في إيطاليا، ما راح يقدر يسيطر على الفريق،
وناس قالوا شخصيته ضعيفة، الصحافة قالت عنه بشكل أكبر سيمو، سيمو بالإيطالية يعني الغبي. في كأس العالم 82 أثار الجدل باستدعاء باولو روسي اللي توه من شهرين مخلص عقوبته وتجاهل هداف روما والكالتشو روبرتو بروجيو، وبعد 3 مباريات سيئة بالمجموعات مع منتخبات أقل مستوى ما فاز في أي مباراة تأهل رغم سوء النتائج منتخبات سوء نتائجه هو، وتأهل بسبب سوء نتائج المنتخبات الثانية، وكان يعتمد على خطة 4-3-3. بعدها ابتكر بيرزوت نهج الصمت الإعلامي لكي يبتعد عن الضغوط، وهو اللي ابتكر هذا الشيء ووايد مدربين قلدوه فيما بعد. وتحسن أداء المنتخب الإيطالي بعد تغيير التكتيك إلى 4-4-2، فاز على حامل لقب الأرجنتين وأيضا فاز على البرازيل المرشحة، وفي قبل النهائي أمام بولندا، بالنهائي على ألمانيا فاز لتصبح إيطاليا بطلة العالم بعد 44 سنة، وترك تدريب الطليان بعد مونديال 86. وبعد فترة طويلة من عدم الظهور استلم بيرزوت في عام 2002 منصب رئيس قطاع المدربين في الاتحاد الإيطالي، وترك المنصب بعد 3 سنوات سنة 2005. رحل عام 2010، ومن ثم تم تكريمه وتسجيل جائزة المدرب الأفضل في إيطاليا باسمه، جائزة إنزو بيرزوت. بيرزوت حول أمه مؤمنة بالدفاع القاتل إلى الهجوم الممتع، كما فعل مانشيني بطل أوروبا 2020. Sotto gli occhi estasiati di un paese intero che si inchina ora dinanzi alla sapiente maestria di un grande uomo e di un grande allenatore, il più longevo di sempre alla guida dell'Italia con 104 presenze. مثل هاليوم 26 سبتمبر 1905 يصادف ميلاد المدرب النمساوي كارل رابان، ما كان معروف كلاعب وما تألق، ولما اختاروه للمنتخب لعب مرتين وسجل هدف وحيد قدام المجر وما تم اختياره مرة ثانية. صحيح انه كان غير معروف بعالم الكرة، لكنه خدم اللعبة بعد ما اعتقد ان ما يفكر فيه مجرد تخاريف واوهام لا تمت صلة باللعبة او بكرة القدم. كمدرب ابتكر طريقة الكاتناتشو، ولا تزال الى اليوم يستخدمونها المدربين بالاندية والمنتخبات من أجل تحقيق البطولات ومنع الأهداف من الخصوم، أيضاً من أجل المحافظة على بعض النتائج في المباريات. وهو اللي ابتكر مركز الليبرو اللي يتم استخدامه لليوم، واللي اشتهر فيه الأسطورة بيكن باور، وفشل فيه كارل رابان مع نادي غراس هوبر زيورخ السويسري. كمدرب لمدة 33 سنة تقريباً حقق 7 ألقاب ما بين دوري وكاس، بعدها درب منتخب سويسرا 4 فترات متقطعة، منها 3 بطولات كأس عالم شارك فيها، عنده أرقام قياسية في المنتخب السويسري، فاز في 29 مباراة مع مدرب واحد كرقم قياسي، وعنده رقم قياسي ثاني كأسوأ مدرب خسر مع المنتخب 36 خسارة. بعدها اعتزل عالم التدريب سنة 61 وفكر في إنشاء دوري أوروبي وهو كأس إنتر توتو في مسابقة صيفية لأندية كرة القدم الأوروبية للبري سيزن قبل يبدأ الموسم، ما تأهل البطولات الكبرى المختلفة اللي تقام سنويا تحت رعاية الاتحاد لكرة القدم. كارل ريبان كان عبقري سابق زمانه. Wirft Schneider Richtung Meier ein, Zuspiel zu Wüthrich und zweit. Der Ausgleich der Schweden fällt durch Björjesson 12 Minuten vor Schluss. 2 Minuten danach auf Eckstoß von Antonen fliegt aber Eschmann über alle. 3-2, ein Entscheidungsspiel wird nötig.